مرحبا، اليوم في حلقة جديدة وأمور جديدة. تعرفون شو؟ لما أفكر قلت هذا الحل الوحيد للزحمة اللي هنا، يا أن تصيب يا أن شو تخيب. لكن لازم شو أسوي؟ لازم أسوي خطين، لأن أقل من خطين ما راح يمشي منه الوضع عندي. فشو بسوي؟ خلنا نمد هالشارع. أول شي نمد الشارع، أوكي، وخلنا نجيب الخطارات الجديدة. هاي محط الخطارات هل شو يدي؟ ليش حطيتها فوق؟ أنا سؤال. ليش ما نزلته؟ أوكي، هذا لازم يكون فوق، لازم يكون فوق. اوكي، اتز نايس، اتز نايس. ذو بيكون مجمع اختارات حلو، يعني بيكون مجمع اختارات جميل. اول شي بوصل الخط الاساسي على اساس انه يشغل اللي شو للمدينة. نبى المدينة مالنا شغالة، نبى المدينة الحين شغالة، ما تخترب. بصراحة انا ما بال بخصوص، يعني ما ليش انا عارف دوك داوي كل هاي الحركة خايس والله عنيد. يو علينا، تبي تنحس حسن طول اليوم، كنسل المشروع كامل. اوكي ممتاز، اركب. هذا رقم واحد، هذا رقم مش كم، اثنين مو مشكلة عندي. بحط رقم ثلاثة شوي، هو موقعه شوي تعرفون المكان مش ولا بد. ترى على فكرة يعني مش 100% موقعه فنان، لا تي 50%، تعرفون 50% مش 100%. ايش هذا النيب؟ هذا هني الخط هذا شغال؟ لا، انا شو قاعد اسوي؟ اوكي، الخط هني، هذا الخط فقط لين وين؟ لين هني، يرجع لهذا المكان. مشكلة الماي أبسط مشكلة في العالم، خلنا نحل مشكلة الماي. عندك كهرباء؟ هي عند، أوه شوف كيف ما عندك كهرباء، على حظي. انزين، شو في فوق؟ في دراي حركة. لا جميل، لا جميل، لا جميل. بس هذا الأخير يمكن ما نستعمل استعمال صحيح. والحين يبالنا خط قطارات بالعكس، شو يسوي؟ يجي لهذا الخط الثاني، مع ان خاطر الخط الثالث استعمله، لكن من كثر المشاكل اللي عندي حاليا ما بستعمل خط. طيب في العيد مش هني، هني عادي بعيد مو مشكلة، خله شوي بعيد، لان حتى اذا وصلت هني بسوي لي ازمة مرة ثانية. ابغى الخطوط ما تتداخل، ابغى الخطوط شو ما تتداخل. حتى لو يبغى واحد هني، هذه يمكن اكون شو، لا اوكي فيري نايس، فيري فيري نايس. شوفوا، سو عندي ثلاث خطوط، وايد اوكي، وايد اوكي. بيكون خط قطار عام، بخليه الحين قطار اللي هني. لازم اكبر صناعية، هاي ها كلها حق تكبير صناعية على فكرة. يبقى انا خط قطار صغيرون سنجل لين عادي جدا، صناعية اهني يكون عنده كهرباء، فيري نايس. بس يبغى له ماي، متاكد انا نمد له ماي. اوكي، نمد له خطين لين هني. This one is easy. It makes sense. لحظة،
one is nice. بس يبالي شوي alignment. لحظة. هذا اللي ما تاني. ما روم اسوي لك كليك الشارع. ما روم اسوي لك كليك. ما بسوي لأن ورانا تكبير صناعية. بس في نفس الوقت هني بيكون في مكاتب. هاي لها البزنس اللي يون يكون على الصناعية. شو الأوضاع؟ أوكي أرباب. مدير يبون دكاكين كبار شوي. مدير خلاص ما في مشكلة. سوي ترتيب أنا سوي مشان أنت ترتيب. عرفت الوضع كيف؟ هني الترتيب الحي الفعلي. ما في تفاهم، ما في واحد، ما في اثنين. شو الزحمة هني؟ كبرة؟ لا ما يباله. بس شو بسوي؟ عندي مال زباين لين يوم الزباين. لحظة. مال ريسايكلينج سنتر ثاني. خلينا نحطي واحد كله يطلع مهني. نسوي مهني. يطلع يروح الصناعية. خلينا نشوف كيف زبالة تتم عندكم. هاي شغلات مهمة. هاي الخدمات واحد ما يقدر يمزح وياهم. يو شوف العمارة حلوة فنانة. طبعا بما ان عندنا زاد الاندستري، شوفوا ترى هني نحن حاطين زون بيوت، بس بيوت ما بيطلع عندي. يعني المشروع مش ناجح 100%. ليش؟ لان مثل ما في زحمة هني. لا اوكي شغال. مثل ما تقولون ما عندنا طلب على السكان، لان عندنا اصلا وايد وظائف مطلوبة وفي ناس. عندنا 136,000 فلوس، سوري عندنا 12,000 شخص. اقول شو السالفه 130,000؟ انزين الحين الستوب هذا ما بخليه ستوب واحد، بخليه هني ستوب ويرجع. وين؟ لحظه وين بيروح الغبي؟ لحظه ليش بيروح بالطريقه هاي؟ لحظه لازم يستعمل الشارع هذا يعني. بس وين بيروح على اساس انه يرجع؟ لحظة ما هذا تصرف يا مسار اللين مالي. فكنا الحين مش وقتك انت. نبى اختارات وين يروح. لا اوكي بس من شفته من شوي كان يقول بيروح اخر الدنيا، ما ادري شو. انزين مو مشكلة الحمد لله سلمنا من انا قلت والله بيجي بالعيد هذا، ما بيسوي واحد اثنين. شو السالفة الحين؟ شكلي مغيرت الشارع اتعدل شوي. لكن خلنا نشوف ذاك الشارع مرة مدقة. هذا رم. ايوة ما رم بعد. بتشوف بعدين كيف ان بوينت سلكشن ولا ستريت سلكشن ولا شيء بنرتب الامور. بس الحين عندنا منطقة كاملة هني ممكن. بس تعرفون شو كاملة لازم نسويها؟ بس ما ابغى هني نقطة. هني شارع رايح صح يدخل الصناعية. خليه يضيع شوي شارع هني. ليش بتدخل الزحمة من هني؟ بس ما ابغاها بشكل عام تتوجه هني لانها صناعية وبتسوي زحمة. اكيد صناعية مصدر زحمة خرافي. ما بسوي زون هني اي شيء. ما بسوي، خله فاضي. خلنا نستمتع بالصناعية الحين بس وهي تطلع. ليش انا محتاج هالكثر صناعية؟ سؤال انا ما مش عارف يعني مش من كثر لحظة انا عندي 12,000 واحد. اظن صناعتي مش كفاية صدق، بحتاج اكثر وايد. اللي يستعمل القطار هنا ظني بس اللي يداومون هنا ترى. خلي سيهم مرات مشاحكم ما انهم يستعملون هالمكان يستحقون بعض الاهتمام. خليهم يمشون لين الدوام دايركت. من وين؟ من الشارع. يروحون الدوام مشي.
ينزلون محطة الباصات يمشون اشوفهم اقول لك خلها اشوفهم يستعملون هالشي هذا يكون اختصار حلو حقهم وين بيمشي لين هناك اخر الدنيا يوصل الدوام ليش ان شاء الله حدنا على شو انزين القطارات اللي هني ما اعرف فيها خدمات توصل لهني الشرطة وها ما يوصلون كنت بحط شركات هني بس شو ابى اسوي ابى اوفر وظايف ابى اوفر وظايف عن طريق حط هني فريق طبي عندي مشكلة في الشارع هذاك ما يوصل للخدمة غريبة بسيطة زين هالشارع هذا الوحيد مشكلة ما بسوي زحمة المشكلة اني ما بسوي زحمة فشو بسوي بسوي يوتيرن في الوسط ما اعرف اذا بيخدم الوضع يب ايوه خدم الوضع بشكل فظيع بشكل جميل يعني الصراحة نبى المقبرة بتكون هاي في نص المدينة لكن مش مشكلة حاليا هتوصل مفروض كل مكان هني من عقب المقبرة راح اسوي نادي جولف شكله في نادي جولف يبغى ننزل نادي جولف والله الجولف يكون شيء جميل لو عندي نادي جولف بس النادي مال الجولف يبغى المساحة هل بيكون عندي نادي ياخذ مساحة نعطيه مساحة حلوة انا هالشي لا اعرفه الصراحة لكن اتساءل بيكون شيء حلو لو يستوي شيء وايد جميل هني عندنا قطار عندي قاعدة ما اعرف ليش مع القطارات احب احط قدام القطار شو شركة ولا شيء خلاها مجموعة شركات هني هني عندنا عند القطار دايركت حق يدومون هني بيختفون دايركت في ناس شو تروح اماكن ثانية عندي وايد ايتمز على فكرة بس شو بسوي ابا بنش لحظة الوضع صعب استوى عندي مش بالعربي يا صديقي مش بالعربي انا فضايح ايوة ابا كرسي ابا كراسي حق الناس اللي تروح ما اعرف اذا بيستعملونها بنشوف شو نوع الكرسي حق اختارها شكله كلاسيك الناس اللي رايح ورادة هي تترية كقطار بعيد يا اخي صح قطار بعيد شو نسوي مرة دايركت مليون كرسي عند بعض ما اعرف اذا الناس بتقعد على الكرسي هذا بس مكان ما في كراسي انا خلي يطمش على الشارع يشوف شي يسوي شي بدل ما هو متغربل في هذا بس شو يقول هذا our vacation extended what are the plants is gone the keys انت ليش تحط هذا الوحيد من الجزء الاول اول جزء سويناه الحين ناس يحطي السمانة تحت تحت هذا مال الورد عند بيتهم ليش حق شو حق شو بيسرقونك عقب بتي وتقول ما في شرطة انت كل شوي في تويتر كل شيء في تويتر ياس يتكلم والله حد يشيل المفتاح يصير يسقي زرع ماي مين انت بلاهم شي شو السالفة هني شو البركنات المعوقة هاي ما في زحمة هني الصراحة زحمة سيارات ما في وين سيارات اللي تدخل هني ما في ابدا مزين بما ان سوينا شارع عودة هني حلو ممكن جدا ان شو نسوي نسوي جسر لحظة مش هذا بس لكن هذا جدا ان نسوي شو جسر سيدة لين وين اظن بيختفون تحت السفن ولا هذا كم ارتفاع الجسر يا حبيبي شو الارتفاع هذا اللي عليه زين خلينا نرفع حبة زيادة بعد حبة زيادة ها اساس ما يزعلون نحط هذا ممر للسفن ننزل هذا بأفضل طريقة ممكنة
والله ممتاز، انا اشوفه ممتاز صراحة، بس اخر حركة ما كان لها داعي، بس ممتاز حلو الجسر والله تصدقون، بس التقوس ماله، وبعد يعني كم بيسوي التقوس مضبوط، صعب شوي يكون التقوس المبرمي مضبوط، هني بالشارع هذا مده بوينت على اساس انه ما في شيء، عرفتوا تو يعيبني يعيبني، هاي هذا التول هذا نحل التور، شوف شكله ما يكون فاضي الجسر من تحت، ما يكون فاضي الجسر، بس لازم بيمر من تحت شيء، ولا الاخطار بيمر فوقه شيء، ها شيء عادي لابد يعني شيء اساسي. زين نجيب هذا هني بشكل مستقيم، مدري منو حاليا، حاليا عندنا تقاطع الجسر، تقاطع فوق الجسر عندنا، جميل، لكن بس شو لازم نسوي، نفتح السرعة شوي، اذا الناس اذا نبي الناس تستعمل الشارع نفتح السرعة من هني، بيكون عندي داخل المدينة صح، من فوق الجسر الين وين، الين المدينة الاولية، ترى هذا شيء اساسي، اهم شيء طلب على الصناعيه نزل عندي شوي، لكن بصير احط لهم دكاكين في الصناعيه صبر، بس خلاص هاي كفي، فالحين لو حد هني ساكن يبي يروح الصناعيه مش لازم يروح الخطار ولا يمسك الهاي واي وخط لين اخر، لحظه شو السالفه هنا، شو نفسك وين ارسك، وين البلوشن مالي، ما في بلوشن، بس ليش مرضانين، ما في مستشفى يكفيهم، مستشفى ما يكفيهم، وانا بوسون الحين، فشو بيستوي هني الوضع، انا اسف ايها السكان، لحظة شو ناقص عندي، انا تجاري، انا محتاج تجاري زين، لكن انا بحط مستشفى الكرنيش، وين هاي السكان، هي برايهم بحط السكان هناك، ابوهم يبنون هناك اصلا، السكان من هني كم واحد بيشيل عني 13300، خلينا نشوف كم ساكن بينقص، يو يا المستشفى على الكورنيش محلاه، خرب بيت العمارة هاي رقم واحد، رقم واحد، شوف شوف العمارة هاي، بس مستشفى الصراحة عليه القيمة محلاه الصراحة، ما 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 ترد الهوسبيتال، بيقول تقول الكوبلكس الى اخره الى اخره الى اخره، ما اعرف من اي دوله، في احد مسوينه، انا منزل اني متاكد، شوفوا محلاه طيب جدا ممتاز، شوفوا يشيل 850 مريض و 40 اسعاف كلهم قيد الاستعمال، 40 اسعاف كلهم لا 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 شغلة كبيرة، بس شو بشل المرضى كلهم تقريبا، ما الاسعاف ترى بيروح بيجيبهم بيجيب غيرهم ترى من يرجع، وان شاء الله ما بيتموا مرضى طول عمرهم يعني، ان شاء الله ما يتمون مرضى ان شاء الله، شو كيف قاعد تعبى المستشفى، انزين ها كله حق قطار صناعية، ماي ماي انت ماي، اخر بطان كلها قطار صناعية، زين ينزل من القطار على الاخر، خليه يكون طيب، حطي عند القطار شيء ناس يعني تسير له ولا هذا، ولا عندها صغارية، مو هي صغارية مصفح حق الناس مش حق صغارية، شوف والله ما اعرف شو اقول لكم، لكن اي مشي يعني، يعني مشي يعني، يعني مشي مشي اموره، في ناس تروح ترد عندنا قطار، ها شوفوا قاموا يستعملون الشارع، ليش هلا بالشاحنه هلا، ويلو كثر كشره شارله، شوفوا لحظه
تعال تعال وينك؟ دقيت عليك فول يا المجرم. يا حبيبي مو بغير اسمه. اخ مو طايق اسوي له فول. خلاص مو بسوي فلوس، خلنا نشوف هني اشهر. هاي من الثيمز اللي نزلتهم اظني، نزلت وايد اشكال اساس السيارات شكلها شوية يتغير، يكون في شغلات نعرفها بين السيارات يعني. مش كل كل من العيادة. شو الهيرت كير هنا؟ ممتاز. هني الهيرت كير اظن قام يتحسن، اتمنى انه يتحسن. عالج 183 شخص، بس ليش مرضاني انا؟ هذا اللي بعرفه، ما في اي تلوث هني. يمكن التلوث بس هني موجود كله. هنشوف شو سالفة الجاربج، مغطي المنطقة كامل ومكفنهم. المفروض انه مكفنهم. لحظة، تبون صدق يبالة ريسايكلينج سنتر ثاني؟ لكن وين تحطون ريسايكلينج سنتر ثاني؟ زين نحط ريسايكلينج سنتر ثاني، هذا نحطيه عندك تحت الجسر. كيف يوصل الشمس ما اعرف، بس المهم حط ريسايكلينج سنتر ثاني هني. اوكي نسوي له موف وين جنب هذا مرة. اوكي كانهم واحد فنانات، لان اللي اشوفه في زبايل. انا اشوف شي زبايل. كم فرصوص؟ يمكن ما قاعد يصير فرصوص لان اشوفه احس انه مش قادر على تجرة المدينة، ريت عالي شوي فخلها هاي يشتغل، لان انا اعتقد اذا هذا استوى فل الشاحنات ما بيشتغل، فهاي واحدة من المشاكل اظن يعني. فخلي الثاني يشتغل لين هذا يرد يشتغل، انه يتمون يفضلون. شوفوا قاعد يتفول، هذا يكون الجاربج اساس كبير ولا سبب كبير شو اسمه ترى. على فكرة لون الاستيتس مالنا اوكي، احتياط واجب، بس لازم احاسب على الانكم لان انا ما عندي اي موت حق الانكم على فكرة. نزل 200 ونزل 400 نفر سبت المستشفى ترى، لكن هذا قاعد يعالج وايدين. الله اظني هذا وقت الحلقة كان، اذا ما طفت اصلا. بالنسبة شوف الناس قامت تسكن شوي شوي. لا مو بالناس سوري، هذا كان بخصوص قطار صناعية. بنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير، وكمل مشروع توسعة الصناعية توسعة الفعلية، والسلام عليكم ورحمة الله.